اخنا شو الدوري؟ قوم لفوق رد عليك اخبار الجيران يا لجنة برد على الجيران. انت زاد والترشق جارك يلي تسكن دار عليك العار في كل دار عن الجار اسمك للدار وصلا زاد الرسول وسيدنا الرسول وصى على سبع جار جارك يلي تسكن دار عليك العار في كل دار عن الجار اسمه الدار. الو تواتي منين طوالت يا ورعي نتحراكم جوني بالعشرة ليه ده من السرعة عند الباب نحوله يا اختي فتبارك الله اوها السلام عليكم وعليكم السلام مش طارق لباس عمبر داخل خير مش طارق ديكا جلال ياك الخير شو مال سنتين الحمد لله يا ولد عصري خليك يا ولد عصري الله 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 أعطوني نقول لكم ذا شنو؟ شتو تيا تعرفني أنا بتصبيت مرتين نعم وانتي صبيتي مرتين والله هصة ومريم صبت الله مرة واحدة حقبة. ما عندي أنا لين أعطوه للجنة ما أنا الله يا أمي بلا معنى وبلا موجب ما عنده معنى ولا قطم اللي قاعد أخدم صحة يا والله لك صنكتولي دارك لين وقبلونا تكتبوا التواقد ونديروا لهم كاملين مرين بما أننا نحن كلنا في جبرت مرتين تودي تيمو اللي متقدم معنا صحيح ولين أطرح أمو اللي التواقد ألين تفوتوا يالين جي تقبلوا ولين تقبلوا تقرأ وتزنوا سليم توخذ من فوق راسك لا يا خطة مين معقول زاد قلت لك أنا ما يفهمش أختي ذا منه قاعد لي يا طفل طفلية المشعشع زارق هاي عود والله مرة مشعشع ما عندي مرة شوي خلاقنا لحقني ومرة أنا مريضة ومرة أنا عندي ومرة أنا عندي ومرة هي كان أحيانا تم نجمع فلوس مع بوالي التوقيت هذا بلا معنى ما أعطي المعنى مساكين قاعدة مباريك شتي مباريك كذا نالا يبقى لك شو ما وخلص علي شاون الطاف الياز وقالوا لي وعدروا لي ورانا نعدل الكيسر رانا نعدل اسمه وطرق مالا يجي السكر الوردة حاصل عندنا المرات مالا يجي ثم ياك ما أعطيت عنكم ما توحشتك خليك ان شاء الله صايده صايده السيتي غاز ويلي انا رفضت شامبيريك لين عمرو ونسيت ونطرح فيك لمرات شوي خنا بعض ماما يا اختي خلينا قاعد نتين احنا باش عشان ندورش الصبح ان شاء الله الصبر اخر ما ينجو ايوا اللي انت ما صبر الكيس في امون اللي عندك تشي الله يدحك هذا طب طيح في الكيس حق الله طلبي لي مولانا يجي يا ربي ليش ياك الكيس هي تحضري لي طب يمي نعطيك نصه الله يخشى عمر بعد وقت الوقت اللي مولك عندك نعطيه لك ايوه هذا شيك ايوه ان شاء الله بيش صاحب الكيس حق الله حي انا اشوف معاك شها 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 دعيلي دعيلي يا خيت شها شها وارق لي شها شها وارق لي ما قلت هذا شها وارق لي وارق لي وارق لي يا ربي يا ربي يا ربي يو جن مريم تعشي مريم يوم بساعتك مبروك يا أمي كيس يوم وشهر رمضان يوم اللي تشتري بيه آيات رمضانك حقما شمال ثم حاني نسوركم ثم قلت تقولوا لي عدنا الكيس صارك على أنه لا منك إليها وأنا ما يجيني نهائيا شنو معنا؟ ليه أنت بخونتينا مخونتكم قبال كيس جيل الناس فريق الكيس أنا ما قطشاني ولو مرة خالك شي ما هو معقول صدق لي قالي أنت يا من عند أول نهار قلت لهم بتجوني في داري على أنه معدلين كيس أول شي قلنا شنو القرعة وهذا ضرك شنو هو؟ القرعة وهذا اللي شي حالا شنو هو؟ اسمعني قابلتي بيبي ايوه نحن شلين عدلو
انا بعدك ما قادري في شيء، مهم عندي انا فضتي ترجع لي. اللي من جاني من القرعه ما هو قرعه، انا ما هو من همي، مهم عندي فضتي تجيني. او عاد شفتي نحن قصدنا بدنا نعذروا كيس، يا كنا نضحكوا ونجوقوا، ولا جات الوحدة منا طرينيش هتعدل بيها شي من قايات. ولي العهد فيها ذا اللي ذوا انت مانك واثقة فينا وتقولين ان ذلك لا قوموا لنا نمشي. يا باتوا اياكم شو قوموا صيفر صعليا من ينجابري باتينا فينا السلام عليكم. وعليكم السلام تمولي. تي هل كانت تتبرقي؟ ابدا ماني مبرقة، كانوا معي القابلة تركز يقتلين تيين هنبقى عمشاو ما شربوا وتاين. قلت لك الصيدات اللي خالوا علي يضحكوا يضحكوا والحمد لله ريت يطريني شو كذا وكذا. انا ما اخذين عندك انت؟ كانوا معي انا. ايوه كانوا لي يصب الكيس ما نعدر شي، كانوا لي يصب الكيس. ايوه انت اللي قاعده هنا تاخذين احنا منين؟ ما انصبت وفضلت لقده درتها في الكيس. درتها في الكيس؟ درتها في الكيس ولقده ما هو خالق بردوا عليك. ايوه لحقي ايش لاي ترى كاتني من لقده؟ احنا فضلتنا درتها في الكيس. ايوه تقدي لك بذاك الص ملاني انت من الحس وصك ذاك صانه بعد لين اسري راسي درك شويخنا جيني له وهاي له اسري والله لا تاسري ما ادري اف حال ما احصل من غدا ما احصل من باش نسكت انت ما اللي عندك وهاي له شكله ماني حاملتك انت ولا انا خليك انت هاي السلام عليكم انت ودي باطن هذه انا باش تقدم السلام عليكم السلام عليكم لا تقدم لا تقدم انا بدي لك قصه شو هاي ال 200 شي بيلي منها بيضه بيضه ها وجيب لي نص مبريه طري لك نار نص مبريه باش والبيضه باش لا تزق لك بيضه طيبه ب 60 ايوا تو شي 200 وقيه ايوا قايم قيس لا خداك ولا شنو يا خدي انا وانا خدي منين خداك حالي بيه الكيس. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. لجنه ايش حالك؟ ماشي ضابطه ياك لاباس؟ لا خير الحمد لله. شوفي ونارات قلت لي اني نصاب لك الكاس انك لا تعطيني سمعتي ولا اعطيتيني سبه واحده وانا ما قد انت مصابره عليك هون طلبتني انت الاكياس وانت ما جاكش مبيرك افهم اذا نجيني الكيس اللي نخلصك وتبقى لي نحيسه نعدل بيش من قياتي اذا نبغيك تفهمه. شوفي ورك رانك اقنعتيني يا غير مره اخرى ما اعطيتني انك بالبيك قضيت الاكياس انت قاعده اللي تطرح بالاكياس خلصني على قابي وخلي قاشي يوفو. شفت اليوم تمونك على انه ليجيني بدي طافيلات هما جايات حالا ومتاكده انا على انه اليوم ليجيني لانه شوف فات جا مرتين لمريم ومرتين لسلامه ومرتين جا لزينب بقيت لان ما شاء الله بخير شطار ياك لباس حبيب شطار لباس حالك ياك لباس تبارك الله ياك الخير شطار ياك لباس ما شاء الله صيد مار اليوم. شوفوا السلام عليكم من لارك خارج لي شيء واضح والامور توضح اذا فهمتوا لارك اللي تطرحوا التواقط قداميهم وتكتبوهم تاقط تاقط لا تفاصلكم والله بدي خالق من اليوم هذا لا الشفافيه ذوك الامور الاخرين ما هم في دورهم خارقين وانا ما تلوشوا على راسي. يا امي احنا قطع عندنا شيء مو واضح. شفتي لك القط خلي عندك انا ما تتشد اخبار. كيفاش؟ شو مالك اليوم؟ السلام عليكم مالي ما مالي ما يعنيكم انا اللي يعنيني على ان الكيس ينطرح قدامي. سنتيلي لا الكيس كيسي انا وانا هي كبيرته لا حق. حق انا هي اللي نتكلم وانت وهما تسكتوا لا حق معنى انك سكتي فمك وصنتيلي راني لكم على حقيقتي قبل انت واحده راني لكم طير من الكف وذا النوع من قبل قبل انت خاصي لي ذا شنو يا اختي يا مرات شمالك كيس يطيح فيك لا اختي مالك مش كنتك شني سلامه عرفتها صويح حبتي على انه دائما اللي سلامه وزينب ومريم وانا قاعده ماني فيه كان ماني موجوده هاي لعبه الحظ لعاد حظك زيرو شي يعني حظ حظ ما يعني انا باخذ الكلام ضرك لي هو سيانه لين اقبل الاخر ما انا شاد مرقو داري مرقو نمرقو صوتكم اياك صوتكم مرقو طارق شنو هو قال هذا بعد ما هو جايب لك الكيس قايمين حتى انتم موجودكم قاع من عند الراس مساوي مرقو داري حرام الكل شوفي لك يا سي اوفا ارانك انت يا صحاباتك بدا من العياط والصك كل مره تصك عليهم روايتك شنو هي مصابري انا عندك على اني وعدل فيا اذا تنتكل فضلتي بالباطل انت مساكته قاعده خرص هذه القناعة حتى انا طابع عليها يا غير انا بعد ماني طافيله ولا عندي كيس انا قررت على اني من ذي اللحظه نعدل لك كيس لا يصنعتك انا خطه تعرفين السلامه كالت عليك فضه ايوه ومريم كالت عليك فضه وذي كالت عليك فضه وكامل لاجرانك وهاي نحن نعدوا لهم خطه اخرى لين عدوا صحنا كيس
كافي ملي درفات تكلم اللي فضه ولا تريد مستعده تكلم فضه اخرى. ايوا عيط الصري شوي اخنا شوي اخنا وهلا خليك تجيب معك كرنا وقلب وهلا يكتب لنا. اسمع يا ولي نحن لا نعدلوا كيس 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 ايوا ولا تكتب فيه لا اسم امك واسمي انا واسمك انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. مرحبا 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 ولا ندير فيه لا رجال اللي في الكارتيه هكذا العليات ماني دايرتهم فيه لاني عدلت معاهم كيس ولاحظت عليهم ما استقموا معايا ولذلك جمعت الرجال اللي في الكارتيه كاملين اللي عدل بهم كيس ولا فيه مرايه سويه مني كيس في دار الجيران فيه دار الجيران حد خارج الكارتيه ما هو فيه. ايوا بعض شنو المطلوب منا احنا هذا المطلوب عليكم كلكم يطرح 15000 15000 15000 خف من ذا انا بامبريك لا ماني في بلي ما فيه لي مصلحه ولا اخش من هكرا قامين ينصب بالكاس علميني نجي نخلص من مولاه المصبوب له فكرني انا في مصلحته كاس انا ماني فيه لكن انا المؤسس خليه علي انا هذا عندي سؤال هذا الكيس ماني فاهمه ونختارك تفهموني حتى انا كيفك ماني فاهمها يا غير اللجنه دور تفهمها لنا والله يفهموا لك قبال ايوه لا واضح هو أول حد يقبل بهذا يا ربي يا ربي اختير شوف الكيس جايني ولومة هلا من هو؟ لا من هو؟ أحمد بابر أنا بعد هذه قطعني من اليوم ما تتدخل الكياس يا ويلي جارك يلي تسكن تفارق ليك العار في كل دار معن الجار اسبق للدار وصلا زاد الرسول سيدنا الرسول وصى على سبع جارك يلي تسكن